اوكي رجعنا لكم. طبعا قاعد العب لحالي ذا الحين. شو اسمه زي ما تشوفون لابس ملابس القبطان ذا ما ادري هو قبطان سفينه ولا قبطان طياره لكن الزبده شكله كشخه. لفيت ليفل 6 ولا وصلت اشياء يعني عالي مره لانه لعبت على تخزين الجمال. يقول في واحد يباله يروح للزبده لكن قاعد العب لحالي الحين ولعبت مع تخزين الجمال عشان يعني الاخر بعد تخزين شويتين لانه صارت لنا شويه مشاكل اللعبه قامت تكرش وكذا. واليوم اللي هو بعد نزول اللعبه ب 15 يوم اخيرا قرر يصلحوا. دقيقه يمدينا اسوي شيء رهيب هنا. تعال انفنتوري بيلد. قرروا يصلحوا الخطا حق الكراشات او انه اللعبه فجاه تفصل عليك كذا. هو طبعا قالوا انه في الخطا هذا كان يمديك تصلحه منه يعني تنزل تحديث كرت الشاشه. التحديث نزل من 6 شهور. واو دايم اوكي. لكن نزل اليوم تحديث انفيديا الجديد اللي هو 4300 وما ادري كم الزبده تحديث دايم جديد رهيب جدا. صلحهم المشاكل اللي في اللعبه. ايوه هذا تبغانا نساعدها. يا زد انه ما يعني ما تقدمنا في المراحل بس قعدنا نلعب في المرحله هذه لان طبعا زي ما تعرفون اللعبه نظامها مستويات يعني زي ديد ايلاند يمديك تفرفر في المستوى وقت ما تبغى تروح يعني تحل المهمه الرئيسيه حلها. يعني تقريبا زي ما تقولون شبه عالم مفتوح. ف يا وصلت ليفل 6 شيء نوعا ما كويس نوعا ما وبزيادة بعد كويس بالنسبة للمستوى اللي أنا فيه حاليا. زد هذه ما بقى ما صعدناها. أسلم لا تنح أسلم بتموت. أيوه يا صاحبي مو مولوتوف عاد موت. أيوه أسلم. والله قطعنا البني آدم اثنين. أحول الكرسي بعد اثنين واختفى الكرسي فجأة. هذا وش بقى متوسوس؟ اي لحست. والله لحست. دقيقة شكله في بلو برنت هنا. في احد قاعد يدق علي؟ اي والله. يا عمي هذا كل شوية يرسلني الواحد. هذا ايش؟ سايد ميشن؟ دقيقة خلينا نشوف الليجند. الليجند واي لا هذا سرفايفل تريننج السايد ميشن اللي هو لونها زي كذا. حلو يعني عند المهمة الرئيسية في اثنين سايد ميشن اللي هو لونهم ازرق. فيا نبدأ خلنا ناخذ سير. سلم ليه ليه ليه. طيب عادي طلع ركبنا السيارة والزومبي موجود. والله يبوي قلبناهم شاورما. مشكلة ابغى اكل انا. كان في اكل تو قريته. هذا اكل كوفي. اوكي نبدله بهذا يا اخوي. انقلع جا فيني بيت يا صاحبي ابغى كوفي. قال الكرسي يو كوفي شكرا يا بني ادم. كوفي امسك. وين راح هذا الكوفي يا ليل. هات 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 الكوفي هذه نشرب قهوة. اخي الواحد هنا ما يقدر يشرب قهوة براحته. حتى يا رجل قهوتهم تقليد. الزبدة اوكي العلامات موجودة على الماب. في علامة مرة 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 قريبة مننا بعد وسايد ميشن مرة قريب مننا. نروح نشوف ايش يبغى. والله تعدينا ام المكان اللي بنروح له. وانت هذا تحت ولا كيف؟ اوكي اتوقع يبان ننزل. فجأة تحمس البني ادم حقي ذا. نسيت السلاح هذا باقي معي. اوكي ايش في هنا؟ غريبة. افتح. صديق اوبن. احول السلاح مشيتي. وات يا ليل. فيري دينجرس. ايش مشكل صديق؟ ايش مشكل فيري دينجرس؟ توك.
You're gonna freeze to death. أيوه هذا بينتحر. You think I don't know that? Screw you, okay? I was scared. What else could I do? Hey, I know it's bad out there, but the first step is to try and calm down, and then calm down? What the hell are you saying? Everyone's going to die. I used to base jump. Okay, can you believe that? I like the rush, but now I can't handle this. طيب إيش تبغى؟ يقول مرتبك وزبن هنا وما أدري إيش. طيب خلاص توك. Brave enough to face jump, so you must have what it takes to face what's out there. With what? My bare hands? Look, I found some schematics for some kind of crazy combination weapon, but I can't think clearly. I can't do shit. Wait, schematics? For some kind of combo weapon. Look, maybe I can help you, and you can share that schematic with me. Really? You do that? I need a meat cleaver and a chainsaw. Together, maybe they'll help me face what's out there. Bye. خوينا يبغى شينسو ومقطع اللحم السطور حق اللحم فعشان نسوي له يعني الشيء ذا وينبسط هو عاد. Find the chainsaw. طيب وين الاقي لك شينسو؟ قال المفروض انه في المنطقة هذه. واللاعب حقي قام يعرق من قوة الويسكي اللي شربناه تو. جزر حبيبي بالله جزر قد كذا دايوم. والله جزرهم محترم يا حبيبي. ها ميت كليفر هذا؟ لا هذا تشيف نايف. هذا كله لحم بس انا قد فل الهيلث حقي. هلو ميت كليفر لو سمحت. ستيك يلا خذ لك ستيك. ايش تسوي في ستيك انا الحين؟ مش كذا شينسو يكون شكلها واضح فما يحتاج ان نقعد نقرا في الاسامي. يعني اذا شفنا شينسو اللي هي تقريبا نفس اللي كانت معايا في بدايه اللعبه. لكن مشكله شكله مو بهنا. اي صديق اذا انت بتتعبنا ترى ونقعد ندور على اشياءك هذه مع نفسك بصراحه. وين هو؟ في المنطقه هذه مستحيل يعني انه يكون بعيد عن المنطقه. لكن انا بنزل للدباب حقي اذا ما لقيت الشيء حقه هذا والله بسحب عليه يا حبيبي. ماني فاضي له اقعد ادور على اغراض. اخر الزمن نقعد ندور على ساطور وهذا. واللي بيدي هذا ايش طيب؟ اوكي ما في احد هنا. اقدر افتح هذا؟ لا هذا مصعد. طيب اتوقع انه بالمبنى ذا. نفتش اخر شيء اسلم. ايوه حقه المويه ما رحمناها. ايه قطعت يدك. والله باقي عنده امل هذا. زد مع نفسه. لا طب علينا طب علينا عاد. اوه طاح على وجهه. ايش عندك؟ اح باقي عايش. مع نفسك زبده. في واحد شرح هنا. بالضبط. اوكي. There is tragic ending nearby. Okay, مع نفسك. يقول في نهاية مأساوية قريبة مننا. طبعا هي تجمعها النهاية المأساوية هذه بس تروح تشوفها كذا وتعتبر زي شيء تجمعه. مو بذاك الأهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي. أوه طاقية. والله يا أنتم كثير. الزبدة. خل نروح للدباب حقنا. يا عمي مع نفسك انت والشينسو بس، خلنا ننجو بحياتنا يا حبيبي. احرق! ولع! ما حد ولع فحد ولا شيء ترى. يا رجل الملابس حقتي راحت فيه اصلا. هي اقدر اخش من هنا ولا كيف؟ احم! أحم مرة لا مرة المكان ضيق. طيب أجل أقدر. طيب دقيقة أنا أوكي أنا هنا أقدر أروح من ذا الطريق لكن وشلون؟ أوكي أيوه أيوه أيوه
والله لما خوني يا حبيبي. امسك ولع. الله ولعنا في امهم يا حبيبي. ايش ذا؟ ام الحماس. والله الدباب هذا ما تسحب عليه لين نهايه اللعبه. ايوه هذول الناس عاديين. دايم ولع وافقع. دايم الله يبوه دعسناه زبدة. خلني افقع منهم. اوووس والله علي قبعات شينة يا حبيبي. الفرامل اصلا مو بشغل. شو شوف ضغط فرامل ما في امل. ما عندهم فرامل في اللعبة ذي. او سناب. ايوه يا النطة. هلا بالزين. That guy's alive. اهلا يا صاحبي. انت شنب يا جيرمي. جيرمي ايش عندك يا جيرمي؟ احس يطلق علي ذا. هو يطلق علي ذا ولا كيف؟ صديق يقول عنده سبلايز. يلا خل نروح له. كيف اطلع؟ شكله يبالي يروح مكان بعيد بعدين اعطيها النقزة. ها بوي ايش تبغى؟ توك. Help yourself. اي شاحنة بالضبط؟ اوكي بدبر وضعي انت. اوه وودن كريت نايس. اسلم سكينة. ايش السكينة الخايسة هذه؟ ايش 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 هذا؟ جيمز جواهر. طب هلو. مشكلة ما اذكر كيف كانت ال اللي هي الاتاك على تحت. ما حد رمى السكينة ترى. انا قاصد عارف. وش بقاتل بجواهر؟ يلعن ام الفصلة. لا صدق ام الفصلة. مش كمان ماني متذكر ايش كان الهجوم على تحت. في كان زر للهجوم على تحت. ما ادري. اوسم هاند جن. اوكي عندي انا هاند جن ولا؟ اللي عندي هاند جن. فلاير جن. ايه ماشي. دايو دايو صديق هات هات اللي عندك. ال ام جي. اوف اوف السولت رايفل. هلا بالزين. اسحب على الهاند جن يا حبيبي. اوكي مصل ريلاكسر يريح العضلات. انا وراي رميت الشيء ذا. اوكي ناخذ الشيء هذا مره ثانيه. دقي اسمع صوت الهليكوبتر انا. شوتجن لا لا زبده. خلاص شكرا يا صاحبي ما قصرت. نسخ المشيتي هذا اكسر فيها الصناديق. فار كراكرز طراطيع. اوكي لا شكرا يعطيك العافيه. اوكي والله الدباب حقنا بدا يدخن يا حبيبي شكله بيروح في امه. نعطيها اللفه. هذا دقيقه اقدر اصلح دباب ثاني بس المشكله ما في الدركتر. هذا القهر مشكله. اشوف دباب الحين لكن حريقه يا راجل. خرب امه احرق ابوهم يا حبيبي. ها دركتر دا دايم. اوكي لازم نروح ناخذ الدركتر مره الدباب مره ثانيه من هنا. انا ما شاء الله هذا ما في اي بريك. ايش النزله الدراميه هذه؟ اهم شيء انه هذا دق فليشر عارف والبطاريه باقي شغاله. يعني من يوم الابوكليبس الى يومك البطاريه باقي شغاله عادي ما عنده اي مشكله. ليتني فضيت المكان قبل اجي. طيب عندي شيء ودي استخدمه اللي هو ذا الشيء. لا هذا. ايوه هلو سلم. خرب بيته. خلينا نطلع الام جي. ايوه اهلا بالاباده الجماعيه. و كذا بس. وين راح الخلاط؟ ما ادري خلاط خلص شكله ولا
اسلم واحد براسه سكينه يا حبيبي. الزبده صاحبي يمدحون اني افقع صح؟ انا مره تجمعوا علي ترى تراكم مره فليتوها يا جماعه. احدم ويستحسن لو اجيب لكم الدباب حق الرهيب، بس افضي المكان وارجع. اوكي هلا هلا صاحبي. والله طقيت الطقه شنيعه. هذا عيب اللي باقي ما متعود على زرير. اوكي تعالوا يا اصحابي، والله انتم بتولعوا، والله ولعناهم، والله فضينا المكان. يا الهي يا حبيبي ايش ذا؟ والله يا ابوي كان في شعب هناك، كان مو كانوا زحمة هذول متجمعين علينا وما ادري ايش. ما عاد اشوفهم. وش صار على الصندوق حقنا ذا يا شيخ؟ رميناه كذا بدون اي فائدة. في ناس جنب الدركتر مستنين يا حبيبي. انتظر الدركتر. اوكي. واو التريلة هذه تريلة ايش؟ تحسها تريلة زبالة من الكرام لكن شكلها فخم. اتوقع باقي شوية، هو صح ما بيخلصوا لكن يعني كذا كويس. وين الدباب عاد؟ اوه التريلا بقى، وهذا بدأ يدخن بس مو مشكلة، نروح نوديه للدباب عشان كيف. لا اصلا ذكي كان وديته للدباب من اول. يلا خذ لك، لازم يعني انه اجيب للدباب. كان وديته شغل عمال يا حبيبي، كان وديته للدباب اول ابرك. بس شكرا. I'll be built. بيطقوني عاد ولا كيف؟ الله يستر ما بحد يخرب علي. ايوه شكرا شكرا انك صبرت لين خلصت. اوكي هلا بالزين. اضرب. ايوه في بوري رهيب. دقيقه تو سمعت بوري رهيب. ما ادري شو وضعه. طيب الحين كيف الاوبجيكتيف؟ شوفه تحت انا كيف؟ لازم كعابه يعني؟ لا لا في طريق من هنا. كويس كويس. ولع 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 يا حبيبي ولع. ماني جايب شيء بس نار. لازم اني اروح الاقي الزومبريكس هذا الحين عشان انحقن بالزومبريكس. يا حبيبي هذا مو بدايه اللعبه، صفينا المنطقه هذه ولا مو بهي؟ هذا شكلها هي. شكرا. يلا ساعدنا شيلدون. الا الا نفس المنطقه حتى ساعدنا البني ادم اللي كان. اوه يلا ليفل 7 بعد. اوكي يو ارد مور اتريبيوت بوينتس. اوكي خلينا نطور لنا، عندنا ثلاث نقاط نطور فيها اتريبيوت بوينتس. طبعا انا انسان ساحب على الطوير ذا، ف عندنا سبيك سوف ليون كاري مور كانيمس. اوكي يمدي اطور الانفنتوري دام انه عندنا ثلاث نقاط، لكن خلينا نطور الانفنتوري. عندنا ثلاث نقاط طورنا الانفنتوري، صار عندنا بدل خمسة اماكن ستة. اسلم وراه درع مداء. والله بغيت اقتله. اوكي منطقة مرة ضيقة يا جماعة. اسلم السيارة هذه تتحرك ام الفلة. فيزكس نكس جن يا حبيبي. هلا بالزين. ايوه المفروض كذا انه ولع. نشبت. ايوه ولع ابوهم يا حبيبي. المهمة القريبة من هنا مرة. في مهمة جانبية لكن نبى المهمات المسلم الأساسية. ما تحس انه بعدنا؟ طيب الزبدة هذه يبيلها كذا تعبي النار. اوكي خش فيهم درعمة يا حبيبي. ماني قادر اخش فيهم خلاص خلص. ايوه والله كثير. اسلم اسلم. والله بغينا نولع يا حبيبي. او ولعنا والله كثير. ايش ذا ايش ذا؟ دايو كنا 1600 قتلة فجأة صرنا 1800.
والله كثير زد. خلنا ناخذ لها لفه مره ثانيه. والله هذه فائده الدباب ذا نار وزيد على كذا انه يدعس. يعني تستفيد منه شويتين قبل لا ترميه لانه بدا يدخن. ايوه ما حد قبع نهائيا ترى. اوه تشارجر ما ادري مو تشارجر شو اسمه مستنج يس. ليفل 8 خذ لك ليفل 8 يا حبيبي. يلا يلا خلينا نطور الميلي. يلا ابلع تونا واصلين ليفل 7 وموصلين ليفل 8 الماشي كذا. يلا خذ لك. اوكي ولع ولع فيهم نار. والله كثير وصلنا 2000 قتلة. واو وايش الدموية هذه يا حبيبي. انا بس بوقف هنا. طب ليه 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 الفيلم الهندي هذا؟ كيف اجري انا؟ انا كذا امشي؟ ما اذكر كيف اجري. اسلم. واو وراهم زعلانين هذول. ايوه نسيت انه خلصت اسلحتي يا حبيبي. يبي لي شيك على اللي هي اقدر انقص من فوق؟ لا هذا سور شائك ما شاء الله. اللاعب حقنا ما شاء الله مدلع شويتين. مفتوح من الباب من هنا. اوكي في هنا بلو برنت ولا شيء؟ ما ادري هذا مكان تحسه كذا فيه بلو برنت. طيب ايوه شكرا. فاير كراكرز دايم في بلو برنت قلت لكم. اوكي ميكا دراجون. طيب مو هذا اللي عندنا؟ ما ادري دقيقة خلينا نشوف ايش المتطلبات. ميكا دراجون دراجون هيد وباراسول. وش باراسول؟ بس الزبدة انا ابغى الكتانة. شكرا على الكتانة. اوه نفس اللي عندنا بس هو جمال المرة اللي راحت هو اللي سوالي هو ف نايس. ما كان عندي انا الشيء ذا لانه كان متقدم علي في اللعبة ف اوكي. ويسكي كولد ميديسن و ليميتد اديشن فرانك. وات ذا هيل هامبرجر. خلنا ناكل. اوكي ناكل ونرجع الشيء ذا مرة ثانية. فايند ذا تشينز. واو وخر عن الاشياء هذه يا حبيبي. وسلم وسلم على ابليسك يا حيوان. ين على ابليسهم شكلهم كلهم صاحيين هذول. انت تدري ايش بسوي؟ انا المفروض كنت اسوي الشيء ذا قبل لا اخش لكن ما يمنعني اسويه الان. وين راح الكتانه؟ لا تقول لي الكتانه راح. يا بني ادم الكتانه تو كان معانا وين راح؟ اوه كتانه صارت. كويس كويس والله. ويروح الكتانه مشكله يا شيخ. وات؟ اوه انا قاعد ارميه. شكرا. المفروض اني ما اضغط ار2. متحمس قاعد احس انه يخرب. انت حيوان. خلنا ناخذ البتري معانا ممكن نستفيد منه. ايش 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 فيه؟ بس تبي ووووووو. والله ظلام ماني شايف شيء. ماني شايف شيء مره. دقيقه في 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 شيء شكله ينفجر هناك. اوكي ما ادري هذا ايش. دايم والله كثير زبده. خلينا نطلع لنا كتانه. يا العيال دائما احط الكتانه ببطنه. خذ لك مشكله ماني شايف شيء. ظلام يا الهي. خذ لك عط. وين راح الكتانه؟ اي كويس معانا باقي. دقيقه ماني شايف. كفو. هذا المثلث اللي نبغاه من اول. خذ لك يا حبيبي. مشكلة ممكن افجر الشيء ذا لكن خلنا نطلع. دايم والله قتلات كثيرة على الماشي. طيب ما احس ان المنطقة ظلام.
مدري منطقة مرة ظلام. اوكي بلو برنت الكتريك كراشر، قلت لكم بنحتاجها بطارية من اسمها الكتريك كراشر. باتري وسلج هامر، طيب فين سلج هامر؟ ايوه هنا سلج هامر على السريع يا حبيبي. اوكي كيف اسوي كرافت كومبو بيلت نايس. على طول سوالي الالكتريك هامر يا حبيبي. نايس اوكي سلم. جيت ثرو ذا سورس، وش ذا موتور سايكل انجن محرك دباب. اوكي اذا شفت شيء شاطح كذا لازم تاخذه معاك. هذا وش تبي بالله؟ دقيقة دقيقة خلنا نطلع نشوف وش تبي. اي ايش تبين؟ اسفي اسفي. هلو هلو انجلا انجلا ديث. هل تتكلم عن الزومبي؟ هذا وش تبي؟ اوف اوف سوي حفرة الشيطان. هذا شكله جاب العيد. لا اقدر اطقه. ها طيب سكيب ايش تبي ذي؟ سيجلز اكستنش اكستنش يا ازبدة لازم نطفي الاشياء هذي كيف؟ هلو؟ بايم اوه كذا بس نطقه على طول طفي. طيب نبي نطفي واحدة ثانية. فين السجل؟ هو اذكر انها كانت بالمنطقة ذي. اوه هذه هي اوكي عليها علامات. انا قاعد اتفلسف وادور حاس وحوسة. طيب صدق اوكي لازم اقتل الناس اللي حوله. هذا فين السجل الثالث؟ في سجلات هنا. اوكي في واحد في اثنين هناك نروح نطفيهم بس ما بحولهم زومبي ف غريبه. طيب يعني لازم ننتظر يعني لين الزومبي يجون. اوكي كيف كذا؟ او شكله لازم اوكي لازم واحد يجي انحره يا حبيبي هنا. ايوه حبيبي اوكي نجري. انا طلع الكتانة وفر سلاحنا ذا لو قات الزحمة. اوكي في واحد هناك بدي اذبح يا اخي. الكتانة تحسها مدلع ما ادري احسها مو كتانة كتانة تحسها كذا كتانة تقليد. العادة انه كتانة بالالعاب يعني اذا قال لك كتانة خلاص هذا قال لك السلاح اللي هو الدمار. دقيقة اذبح هذا. واو 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 ايوه هو لا الضربة القوية حقته حلوة لكن غير كذا سلاح سقيم. طيب راح خلص السلاح. تعيو والله السلاح ذا رهيب الكومبو حقه. كان يمديني اسوي كومبو يا شيخ تو. اوكي واحد يجي هنا لو سمحتوا. ايوه بس اكستند اكستن وشد الزبده انه طفينا الاشياء هذه. نروح وين يا حبيبي؟ والله هذول درعمين. دي خلني اشغل ما قد استخدمنا الميكا دراجون هذا. اوكي رو كل فيد يا حبيبي. خذ لك خذ لك راس هجوت يا حبيبي. Observe and stop. إيش؟ إيش تبي يا الحين؟ كريستين. طيب أصلعين.